حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، دائما نقول لكم إن شاء الله صباحاتكم تكون دائما سعيدة. أولى محطاتنا إن شاء الله راح نتعرف أكثر عن موضوع وعن فعالية نستلهم من الملهمين. هذه الفعالية من تنظيم من الجامعة الألمانية، إن شاء الله راح تقام هذا الأسبوع. راح نتعرف أكثر عن هذه الفعالية وأيضا أهداف هذه الفعالية بإذن الله مع ضيفنا الكريم محمد بن حارب الكيومي، عضو في الجامعة علوم الحاسب الآلي بالجامعة الألمانية. طبعا هذه الجامعة المنظمة لهذه الفعالية، صحيح؟ أهلا وسهلا فيك، صباحك جميل محمد. طبعا في البداية أكيد نبقي نعرف ما هي هذه الفعالية. فعالية نستلهم الملهمين هي ببساطة احنا سوينا فعالية نستضيف فيها 9 متحدثين، بعضهم عمانيين وبعضهم من الدول الشقيقة مثلا الكويت، الإمارات، السعودية. كل مؤثر يجي عنده تقريبا 5 دقائق عشان يتكلم، تقريبا 20 شريحة، كل شريحة تتبدل كل 15 ثانية. فهنا تكمن الحماس والتحدي، أنه المتحدث نفسه ما عنده الإمكانية أنه يتحكم بالوقت، الشرائح تتبدل تلقائيا، فهنا كيف توصل رسالتك خلال 5 دقائق. جميل، يعني فعالية نستلهم من الملهمين، ليش اخترتوا هذا المسمى بالضبط والهدف أيضا من إقامة هذه الفعالية؟ أولا في مواقع التواصل الاجتماعي هناك الكثير من المشاهير، ولكن قليل منهم من له تأثير على الجمهور. فاحنا انتقينا ان ركزنا اول شيء على مدى التأثير، وثاني شيء على التنوع، فكل متحدث يختلف عن الثاني، والهدف منها انه نستلهم منهم وناخذ ونعطي معهم ونشوف كيف هم قدروا يوصلوا حل هذا المستوى وعلى حسب الموضوع اللي بيتكلموا فيه. نعم جميل. اخ محمد، يعني ذكرت في سياق حديثك المشاهير، كيف تقيمون هؤلاء المشاهير؟ الآن أصبح الكل مشهور، صحيح. كل من يحمل جوال أصبح مشهور، لكن هناك صحيح. أكيد مشاهير مؤثرين، فكيف تقيمون هؤلاء المشاهير؟ بالنسبة لنا نحن ما نأخذ الأرقام كعين الاعتبار، بل بالعكس نأخذ مدى التأثير، أسلوب المتحدث، الفئة المعينة اللي يستهدفها وما إلى ذلك. نعم، يعني من خلال يمكن تقديمه للمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان عنده صفحة في السناب شات أو في الانستغرام، أنتوا تشوفوا إيش المحتوى اللي يقدمه للجمهور، من كذا أنتوا اخترتوا المتحدثين أنه يكونوا معكم مشاركين في هذه الفعالية. بالضبط. جميل. يمكن أختي حوراء أيضا، يمكن عدد المتابعين يثبت من هو جيد من غير الجيد. نعم. عدد المتابعين أيضا للمشاهير أعتقد عدد المتابعين ما أتوقع أنه يعطينا ذاك المدى من التأكيد أنه نقدر نقول أن هذا مؤثر، لكن أيضا لكم توجيهات لهم من خلال 5 دقائق هذه اللي تكلم فيها، هناك توجيهات منكم لهؤلاء المشاهير مثلا، هناك نقاط تركزون عليها؟ والله هو يختار موضوع وعندك 20 شريحة، فكل 15 ثانية تتبدل شريحة تلقائيا، فالهدف أنه تحدي للمتحدث نفسه كيف يقدر يوصل الرسالة خلال 5 دقائق. نعم، يعني خلال 5 دقائق يمكن فترة جدا بسيطة، المتحدث لازم يكون سريع وعفوي جدا يعني في تقديم رسالته، بالذات الإعلاميين أخت حوراء، يمكن دائما النجوم أيضا يمكن ما تكفيهم 5 دقائق، متحدثين بفترات طويلة أيضا. صحيح، بالضبط. طيب محمد، الفئة المستهدفة من خلال إقامتكم لهذه الفعالية استهدفتوا أي فئة بالضبط؟ والله استهدفنا أكثر شيء فئة الشباب، لأنهم الأكثر تواجدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الأكثر قابلية للتأثير وللتطوير. نعم، يعني فقط استهدفتوا إلى الآن فئة الشباب. طيب من خلال إقامتكم لهذه الفعالية، هل هناك أيضا في أنشطة مصاحبة معها، ولا فقط اعتمدتوا على المتحدثين؟ هناك أغلب نقدر نقول ركزنا كثير على المتحدثين، ولكن هناك في مفاجأة. ما ممكن نعرف إيش المفاجأة عشان تكون هي حصريا لبرنامج قهوة الصباح؟ طيب هناك مفاجأة أنه راح نختار متحدث من المشاهير المتواجدين الضيوف، فمثلا حوراء إذا أنت ضيفة هناك فنختار اسمك عن طريق القرعة، فبتطلعي ونعطيش موضوع
أو إنه نوريش صورة كذا في حسابك، تتكلمي عن هذه الصورة وإيش الهدف من هذه الصورة وما إلى ذلك. إلى الآن ما رسينا على فكرة معينة، ولكن إن شاء الله يعني نتوقع الأفضل. جميل. إن شاء الله الفعالية متى راح تكون بالضبط عشان المشاهد الكريم اللي عنده فرصة إنه يحضر معاكم؟ الفعالية بتكون يوم الجمعة الساعة 6. إلى الآن تذاكر ما زالت متاحة، فإذا حب المشاهد إنه يشتري تذكرة يتواصل معنا على حسابنا geotech@csc. دائما اختي حوراء احنا نسال ضيوفنا دائما كيف سوقتوا لهذه الفعاليه حتى ايضا تستقطبون الجمهور اللي راح يحضر. والله التسويق كان صعب، ولكن كان تحدي بالنسبه لنا انه استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي نفسها ان نوصل رسالتنا. فنقدر نقول ان مجتمع عماني مجتمع صغير، ونقدر نوصل حال فئة كبيرة في وقت قصير. نعم. الآن إن شاء الله أنتم على وشك الانطلاق، لكن البوادر طيبة لحضور هذه الفعالية؟ البوادر جدا طيبة، الناس متحمسين وكثيرين، حتى يسألون يعني هل التذاكر متاحة ولا نفذت كليا. طيب بالنسبة لأسعار التذاكر عشان نوضح للمشاهد الكريم، من كم تبدأ بالضبط؟ عندنا نوعين من التذاكر، عندنا تذكرة ب 15 ريال وتذكرة ب 18. الفرق بينهم أن 18 تعتبر VIP، طبعا الكل راح يستطيع أن يتصور مع المشاهير، فما بتكون هناك أفضلية، بس الإشكالية في منطقة الجلوس، فالVIP بيكونوا عندهم أفضلية في الجلوس بشكل أقرب للمتحدث. موقع الفعالية أختي حوراء أكيد مهم لكل متابع الآن. بالضبط، فندق سندس روتانا. في فندق سندس روتانا إن شاء الله. نذكر المشاهد الكريم توقيت الفعالية وأيضا اليوم. يوم الجمعة الساعة 6 في فندق سندس روتانا. جميل. نحن شاكرين تواجدك اليوم معنا محمد بن حارب الكيومي، عضو في جامعة علوم الحاسب الآلي بالجامعة الألمانية. شكرا لك. شكراً. محمد، موفقين إن شاء الله في هذه الفعالية، وهذه دعوة أيضا للمشاهد الكريم إنه يحضر هذه الفعالية. راح تكون متواجد إن شاء الله؟ بكل تأكيد. أخوي محمد، نتمنى لكم التوفيق أيضا، ونتمنى لكم التوفيق في القادم من أعمالكم بإذن الله. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله. إذن مشاهدين الأحباء، الآن رح ناخذ فاصل، وبعدها رح نتواصل معكم إن شاء الله في محطة قهوة الصباح. كونوا معنا.